بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحمد السنجهاوي، مدرس مساعد بكلية العلوم جامعة الأزهر. إن شاء الله. إن شاء الله هكون مسؤول عن الجزء الخاص بشرح مادة الفيزياء للثانوية العامة، وأول جزء هبتدي بيه الكهربية. الكهربية ببساطة، وعشان أبتدي أفهم أول جزء فيها اللي هو الإلكتريك كارنت أند أومز لو، اللي هو التيار الكهربي وقانون أوم. ببساطة التيار الكهربي الأساس فيه، أو إزاي أقدر أقول إن في عندي سلك بيمر تيار كهربي خلاله ولا لأ، وجود ما يسمى بالفري إلكترونز أو الإلكترونات الحرة. فببساطة كده، لو أنا عندي مثلا النحاس ده لو جيت بصيت كده دخلت جواه شوية، فهو عبارة عن أتومز، ذرات، بيكون في موجود حوالين الذرات دي ما يسمى بالفري إلكترونز أو الإلكترونات الحرة. لو أنا جيت خدت النحاس ده ووصلته بيه باتري، الباتري طبعا احنا عارفين ليها الهاي بوتنشال واللو بوتنشال، أو القطب الموجب والقطب السالب للبطارية. لو جيت وصلته هيبتدي تتحرك الالكترونات او الفري الكترونز من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال، وده اتجاه التيار اللي احنا هنمشي عليه دائما وابدا، اتجاه التيار الكهربي او الالكتريك كارنت من الهاي بوتنشال لللو بوتنشال، او من القطب الموجب الى القطب السالب. طيب، قبل طبعا ما نبتدي في اومز لو والالكتريك كارنت والرولز المختلفه بتاعته، محتاجين نبتدي بس ايه مقدمه عن المواد بتاعتي، المواد اللي بتوصل التيار الكهربي والمواد اللي ما بتوصلش. فاول حاجه في عندي الكوندكتورز او المواد الموصله. الكوندكتورز دي عباره عن ايه؟ تحتوي على وفره من الالكترونات الحره فتسمح بمرور التيار الكهربي، زي مين؟ النحاس اللي اتكلمنا عليه من شويه. فالاساس في الكوندكتورز او المواد الموصله ان هي يكون جواها الفري الكترونز اللي هي بتتحرك، فده بيسموه الالكتريك كارنت. طيب، في طبعا مواد بيسموها شبه موصله او سيمي كوندكتورز، دي بتكون وسط ما بين الموصلات والعازلات، زي ماده السيليكون والجرمانيوم. في طبعا الانسوليتورز او المواد العازله لا تحتوي على وفره من الالكترونات الحره، فبالتالي لا تسمح بمرور تيار كهربي خلالها، زي مين؟ مثلا الخشب. تمام، فده بيسموه الانسوليتور. فمعنى كده الأساس في ده كله المواد الموصلة أو الكوندكتورز اللي هي هتمرر لي التيار الكهربي، نبتدي بقى نشتغل عليها. طيب، قبل برضو ما نشتغل عليها، اتجاه التيار، احنا قلنا التيار أو اتجاه التيار اللي احنا هنشتغل عليه الأساس بتاعي من القطب الموجب إلى القطب السالب، أو ما يسمى بالهاي بوتنشال إلى اللو بوتنشال، فده بيسموه الاتجاه التقليدي أو الاصطلاحي اللي احنا هنمشي عليه. اما له اتجاه تاني اسمه الاتجاه الفعلي للتيار، ان هو بيقول لي اتجاه حركه الالكترونات نفسها، يعني من القطب السالب الى القطب الموجب. فانا لو جيت قدامي كده بطاريه، انا اتخيل ان ده دلوقتي البطاريه دي فيها طبعا الاستاك متوصله بالشكل ده، قلنا الشرطه الكبيره دي معناها الموجب والشرطه الصغيره دي معناها السالب، فاتجاه التيار الاصطلاحي ده من الموجب للسالب هيتحرك كده. تمام، اما الاتجاه الفعلي للتيار هو من السالب الى الموجب فيتحرك بالشكل ده. بس قلنا اللي احنا هنشتغل عليه في حل المسائل وفي اللي جاي، كل الحاجات اللي جايه هو الاتجاه التقليدي او الاصطلاحي، هو من القطب الموجب الى القطب السالب. نيجي بقى للالكتريك كارنت انتنسيتي، شده التيار الكهربي. شده التيار الكهربي من القانون اقدر اقول الديفينيشن او التعريف بتاعه ايه، فهو بيقول لي ان الاي عباره عن كيو على تي. مين الاي؟ الالكتريك كارنت او التيار الكهربي. مين الكيو؟ اللي هي الكوانتيتي اوف تشارج او كميه الشحنه الكهربيه. مين التي؟ اللي هي التايم. فببساطه كده اقدر اقول ان الاي التيار الكهربي عباره عن كوانتيتي اوف تشارج بير يونت تايم، او خلينا بقى نتكلم عربي شويه، كميه الكهربيه التي تمر في موصل في زمن قدره 1 ثانيه. عشان اقدر اقول التعريف بتاعي محتاج اركز اشوف ايه الفاريبل المتغيرات اللي قدامي جوه الرول دي. الاي التيار الكهربي، فعشان اعرفه عباره عن كيو اللي هي كميه الشحنه الكهربيه التي تمر في موصل، دايما اخلي الداون او المقام 1، في تمر في موصل في زمن قدره 1 سكند، 1 ثانيه. طيب، اليونت طبعا فيزيكس از يونت،
دايما ما انساش اليونت تبقى معايا. الكيو كولوم والتايم سكند، فكولوم بير سكند ايكوال امبير، فده اللي بيسموها الوحده المكافئه بقى. فالتيار الكهربي عباره عن كولوم بير سكند، هي هيها برضو الامبير. طيب محتاجين بقى نعرف الامبير. عشان اقدر اعرف الامبير، الامبير ده يونت لمين؟ للكرنت اللي هي التيار الكهربي. فاقدر اقول ان الامبير عباره عن ايه؟ اهو شده التيار الناتج عن مرور شحنه، هخلي بقى كل واحد عن مرور شحنه اللي هي الكيو قيمتها 1 كولوم في زمن قدره، زمن قدره 1 ثانيه، ده الامبير. اما بقى الكولوم، طيب عشان اقدر اجيب الكولوم ده اهو، بصوا الكولوم عباره عن اي في تي، فادي الكولوم عباره عن اي في تي، الاي طبعا 1 امبير وتي 1 سكند، فده كله عباره عن الكولوم. فبقول الديفينيشن او التعريف بتاع الكولوم، اروح لاصله اللي هو كيو، فهو هو عباره عن الشحنه الكهربائيه التي عند مرورها في موصل في زمن قدره 1 ثانيه ينتج عنها تيار قيمته 1 امبير. طيب شدة التيار الكهربي طبعا عشان اقدر اقيسها بجهاز بيسموه جهاز الاميتر، اللي هو بيكون بالشكل ده. طبعا ده ان شاء الله يعني الناس اللي هتكمل ان شاء الله هتكمله ان شاء الله في الكليات، او الناس اللي بالاخص يعني هتدخل حاجة خاصة بالفيزيكس، اول حاجة هيتعرفوا عليها طبعا في الفيزيكس لاب او في معامل الفيزياء، الاجهزة زي التيار الكهربي وغيره. يعني من ضمن الاجهزه دي الاميتر، الاميتر ده عشان اوصله طبعا بيكون عندي فيه الكومن، وعندي طرف اسمه الملي امبير، والطرف طبعا لو انت هتقيس بالامبير، يعني انت هتقيس بالامبير توصل السلك بتاع الامبير، او تقيس بالملي امبير فهتوصل السلك طرف بتاعه الملي امبير، والكومن ريفرنس بتاعك اللي هو اللي يعتبر الماينس، يعني اللي انت بتوصل بيه عشان تقيس التيار الكهربي. هو بتوصل ازاي بقى؟ بتوصل فيه التيار الكهربي على التوالي، خلاص على التوالي، يعني بالشكل ده بيكون التيار بيمر خلاله وما بيتجزأش ما بيتوزعش، فهو متوصل توالي. طيب في حاجة تانية، عشان احسب بقى عدد الالكترونات اللي بتمر، احنا قلنا من شوية ان الاي عبارة عن كيو على دي، فالاي دي اللي هي شدة التيار الكهربي، كمية الشحنة الكهربية اللي هتمر في موصل في زمن قدره 1 ثانية. يعني لو كان مثلا عندي التيار اي بيساوي 5 امبير، الخمسة امبير دي معناها ايه؟ معناها ان التيار او المرور بيمرر شحنة قيمتها 5 كولوم كل ثانية، ده معنى ان التيار يساوي 5 امبير، معنى كده ان بيمر كل ثانية 5 كولوم. تمام. طب انا دلوقتي عايز احسب بقى عدد الالكترونات. مش قلنا الاصل في مرور التيار وجود الالكترونات الحره اللي بتتحرك خلال المعدن؟ طيب الالكترون، انا عندي كميه الشحنه الكهربائيه كلها اللي هي الكيو، فده كل الشحنه الكهربائيه اللي موجوده توتالي كليا على بعضها. عايز بقى اشوف عدد الالكترونات اللي بتمر، فلازم احسب على شحن، اقسم على مين؟ اقسم الكيو اللي عندي كلها على شحنه الالكترون الواحد، فاقدر اجيب عدد الالكترونات. طيب مثال بسيط بيقول لي كم عدد الالكترونات اللي تمر عبر مقطع ما من موصل في زمن قدره 1 سكند اذا كانت شده التيار 20 امبير. وشحنه الالكترون طبعا معروفه ولازم نحفظها، 1.6 تايمز 10 باور نيجاتيف 19 كولوم، ده شحنه الالكترون الواحد. طيب احنا عارفين ان الاي عباره عن كيو على تي، هو بقى بيسالني على مين؟ على عدد الالكترونات. طبعا عارف ان عدد الالكترونات بيساوي الكيو على الاي زي ما قلنا من شويه، فانا لازم اجيب الاول الكيو من القانون ده، فالكيو عباره عن اي في تي، فالاي عندي 20 والتي عندي بواحد سكند يبقى 20 كولوم، فال 20 كولوم دي اقسمها على شحنه الالكترون الواحد اقدر اجيب عدد الالكترونات، زي ما انتم شايفين عدد الالكترونات اللي قدامي بالرقم ده. نيجي بقى لفرق الجهد الكهربي. يبقى احنا قلنا اللي فات التيار الكهربي ار يساوي كيو على تي، وقلنا معنى لو معنى 5 امبير دي معناها ايه؟ معناها ان بيمر 5 كولوم كل ثانيه. يعني مين بقى اللي بيحرك او مين اللي بيزود المعدل ده؟ فرق الجهد. قال لك فرق الجهد بقى هو عباره عن الشغل المبذول لنقل وحده الشحنه. يعني فرق الجهد عباره عن شغل، يعني طاقه، يعني طاقه اللي هتزق الالكترونات دي وتحركها بقى خلال الموصل ده. معنى كده ايه؟ ان انا كل ما هيزيد فرق الجهد كل ما هيزيد التيار. يعني هل دلوقتي لما اكون انا
بزق مثلا كتلة صغيرة غير لما أزق كتلة كبيرة. يعني أنا معدل سريان الشحنات خلال الموصل ده كل ما زادت الطاقة عليه كل ما هقدر أزود عدد المرور بتاع الإلكترونات دي. فأقدر أقول إن الـ V فرق الجهد عبارة عن الـ W على Q. فأقدر أقول أعرف الـ V فرق الجهد أو الـ Potential Difference ببساطة عبارة عن الشغل المبذول لنقل شحنة مقدارها 1 كولوم بين نقطتين. ده عشان أعرف فرق الجهد الكهربي أو فرق الجهد بين نقطتين. طيب ال W دي اللي هي الجول وال Q اللي هي الكولوم. فجول بالكولوم قلنا ده وحدة مكافأة اسمها فولت. طيب يعني ايه بقى فرق الجهد يساوي مثلا 5 فولت؟ طيب معنى كده ان عشان انقل 5 فولت معناه 5 جول على كولوم، 5 جول على كولوم. يعني معنى كده ان كل كولوم محتاج 5 جول عشان يمرره. خلاص. طيب عشان نقدر نأكد اكتر الموضوع ده بيقول ان الفولت ببساطة عبارة عن فرق الجهد بين نقطتين عندما يبذل شغلا مقداره 1 جول لنقل شحنة كهربية مقدارها 1 كولوم بين هاتين النقطتين. اقدر اقول تاني الفرق ما بين فرق الجهد وما بين التيار الكهربي فرق بسيط. التيار الكهربي معدل مرور الشحنات كل ثانية. يعني هل بيمر 5 كولوم ولا 10 كولوم ولا 100 كولوم كل ثانية؟ قلت اللي بيقدر يتحكم في ده أو يزود المعدل ده هو فرق الجهد، لأن فرق الجهد عبارة عن الطاقة اللي بتنقل أو الشغل المبذول لنقل وحدة الشحنة. وده طبعا هيجي أكده بعد كده قانون أوم، علاقة الـ V والـ I علاقة طردية. يعني كل ما زاد فرق الجهد كل ما زاد التيار الكهربي. طيب عشان أعرف قلنا الجول بالكولوم عبارة عن فولت، فالفولت عشان أعرفه عبارة عن فرق الجهد بين نقطتين عندما يبذل شغلا قيمته 1 جول لنقل شحنة قيمتها 1 كولوم. طيب الجزء اللي أنا كنت بتكلم عليه من شوية هأكده تاني، بيقول ماذا نعني بقولنا أن فرق الجهد بين طرفي موصل 25 فولت؟ معنى ذلك أن مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة كهربية مقدارها 1 كولوم 25 جول. جبناها ازاي؟ أنا عارف إن الفي عبارة عن دبليو على كيو، فهعوض كده أهو 25 فولت معناها 25 جول على كولوم. فمعنى ذلك إيه؟ إن الشغل المبذول لنقل شحنة قيمتها 1 كولوم كام بقى قيمة الشغل ده؟ 25 جول. قلت لوجيك كده ان كل ما هزود فرق الجهد معنى كده هيزيد معايا التيار الكهربي، ان العلاقه ما بينهم طرديه زي ما بيقول مين؟ اوم، قانون اوم اللي لسه هنعرفه دلوقتي. طيب ازاي بقى بقيس فرق الجهد؟ بقيس بجهاز اسمه الفولت ميتر، وبيتوصل ما بين طرفي المقاومه على التوازي. يعني بدايه ونهاية المقاومة أطراف المقاومة بوصلهم بمين؟ بالفولت ميتر. لكن اللي فات من شوية كان على التوالي اللي هو مين؟ الأميتر، عشان يقيس شدة التيار الكهربي. مثال بسيط، إذا كان الشغل المبذول لنقل كمية كهربائية مقدارها أو مقدار 5 كولوم بين طرفي موصل يساوي 20 جول. تمام، احسب لي فرق الجهد بين طرفي الموصل. طبعا عارف إن V عبارة عن W على Q، 20 على 5 4 فولت. رقم 3 بقى، احنا عرفنا التيار الكهربي، بعد كده فرق الجهد، تالت حاجة الريزيستنس أو المقاومة الكهربائية. طب المقاومة الكهربائية الإلكترونات الحرة اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، وهي بتمر بقى على حسب بقى، طبعا في حاجات تانية على حسب نوع السلك. في حاجة هتقابلها في الطريق اللي هي اسمها الممنعة أو مقاومة السلك نفسه، اللي هي المقاومة الكهربائية بتاعته. فهي عبارة عن التعريف بتاعها الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي أثناء مروره في موصل. طب في عندي طبعا نوعين من المقاومات، في عندي المقاومة الثابتة تكون شكلها بالشكل ده، وفي مقاومة متغيرة تكون بالشكل ده. قانون أوم بقى، أومز لو ببساطة بيقول لي عند ثبوت درجة الحرارة فإن شدة التيار المار في موصل تتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه.
وطبعا البروبورشناليتي طبعا زي ما قلنا بشيلها واحط ايكوال كونستانت، فالكونستانت بتاعنا عباره عن ريزيستنس او قيمه المقاومه، فالفي عباره عن اي في ار. معنى كده كل ما هيزيد فرق الجهد كل ما هتزيد مين؟ شده التيار. تمام، الفرق الجوهري ما بين الاثنين التيار الكهربي معدل مرور كل ثانيه الشحنه، معدل مرور الشحنه كل ثانيه، لكن فرق الجهد هو الشغل المبذول لنقل الشحنة دي، الشغل اللي هينقلها كام. كل ما زاد كل ما هيزيد المعدل، فالعلاقة ما بينهم برضو طردية. تمام، طيب تقاس المقاومة الكهربية بوحدة بيسموها الأوم. طيب فالأوم اللي هي الآر، يعني الآر ريزيستنس عبارة عن في على آي، فأقدر أقول إن الفي فولت والآي أمبير، ففولت بير أمبير إيكوال أوم. أوم، طيب عشان أعرف الأوم بقى، الاوم ده اصلا يونت لمين؟ للريزيستنس، فاقدر اقول ايه؟ هو مقاومه موصل يسمح بمرور تيار شدته. خلي كل واحد بقى 1 امبير، ها عندما يكون فرق الجهد بين طرفي 1 فولت. طيب يعني ايه بقى المقاومه اللي عندي مثلا 200 اوم؟ ماذا نعني بقولنا ان المقاومه لموصل 200 اوم؟ طيب معنى ذلك ان النسبه بين فرق الجهد بين طرفي الموصل وشدة التيار الكهربي المار بيه 200 فولت على الأمبير. عرفناها منين القانون ده؟ الـ R عبارة عن V على I، فـ 200 أوم يعني 200 فولت على 1 أمبير. طيب أو تعريف تاني، معنى ذلك أن هذا الموصل يسمح بقى، هو بيسمح بمرور تيار شدته 1 أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 200 فولت. تمام، يسمح بمرور تيار شدته 1 امبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 200 فولت. مثال بسيط، مواصل كهربي يمر به شحنة كهربية مقدارها 3.6 كولوم خلال دقيقة، إذا كان فرق الجهد بين طرفيه 300 فولت احسب الـ R أو الـ resistance المقاومة بتاعتي. طيب عشان اقدر احسب المقاومه الـ R من قانون اوم عباره عن V على I، فانا ما عنديش الـ I فاقدر اجيب الاول الـ I، فالـ I عباره عن Q على T، الـ Q عندي 3.6 كولوم خلال دقيقه، الدقيقه معناها 60 ثانيه، فقسمنا على 60 طلعت معايا الرقم ده، قسمناهم على بعض جبنا مين؟ الـ R او resistance. طيب استنتاج بقى المقاومه وهي بتعتمد على ايه؟ لقيوا ان الـ resistance is directly proportional مع الـ length of a conductor، يعني طول كل ما زاد طول السلك كل ما زاد معايا الريزيستنس. تمام، لقوا كمان ان كل ما زيد الكروس سكشن اريا اللي هي مساحه مقطع الموصل كل ما هتقل المقاومه، في العلاقه ما بينهم ايه؟ انفيرسلي بروبورشنال، علاقه عكسيه، فالار دايركتلي مع ال والار انفيرسلي مع ال، لو جمعناهم في شكل واحد فالار دايركتلي مع ال وانفيرسلي مع ال A، فاقدر اشيل البروبورشناليتي او علامه التناسب واقول مكانها ايكوال كونستنت. الكونستنت ده اسمه الريزستيفيتي اللي هي المقاومه النوعيه. فببساطه كده المقاومه النوعيه لماده مصل كيميائيه فيزيائيه ثابته للماده الواحده عند ثبوت درجه الحراره. معنى كده يا جماعه ان المقاومه النوعيه دي من اسمها بتعتمد على نوع السلك، يعني هل هو من النحاس ولا من الالومنيوم ولا ايا كان نوع السلك ايه، فكل ما يختلف نوعه كل ما تختلف قيمه المقاومه بتاعته لمرور الشحنات او الالكترونات خلاله. تمام، طيب ايه العوامل بقى اللي تقف عليها المقاومه الكهربائيه؟ هتقول له طول الموصل طبعا دايركت بروبورشن، علاقه طرديه، المقاومه النوعيه اللي هي الرو اي الريزستيفيتي، مساحه مقطع الموصل اللي هي الكروس سكشن اريا، طبعا علاقه عكسيه. نيجي بقى للريزستيفيتي المقاومه النوعيه للموصل، من اللي فاتت دي اهو الرو اي عباره عن ار اي اوفر ال، لو عملت كروس مالتيبلكيشن اقدر اجيب ببساطه الرو اي، فالرو اي عباره عن ار اي اوفر ال كديفينيشن، قلت تقدر بقيمه ايه؟ مقاومه، عباره عن مقاومه اهو من اول حاجه قدام، مقاومه موصل طوله 1، مقاومه موصل طوله 1 متر ومساحه مقطعه 1 متر مربع عند درجة حرارة معينة. تقاس المقاومة النوعية بوحدة، طب أنا أقدر أجيبها ببساطة، الـ R أوم زي ما اتفقنا اللي هي فولت بير أمبير عبارة عن أوم، والـ A الـ area متر سكوير فأوم في متر سكوير، والـ L متر فمتر من تحت تروح مع متر، واحدة من اللي فوق في بالك أوم في متر، فاليونت بتاعتي أوم متر.
طيب العوامل اللي بتتوقف عليها المقاومة النوعية قلنا من اسمها نوع مادة الموصل، اتنين درجة حرارة الموصل. الكوندكتيفيتي أو التوصيلية الكهربية، طيب التوصيلية الكهربية ده عكس اللي احنا قلناه من شوية في الريزيستيفيتي، عكس المقاومة النوعية التوصيلية الكهربية، فهي مقلوب المقاومة النوعية لمادة موصل أو مقلوب مقاومة موصل طوله 1 متر ومساحة مقطعه 1 متر مربع عند درجة حرارة معينة. فالرمز بتاعها الرمز ده سيجما هي عبارة عن 1 over رو اي، ده 1 على رو اي ايكوال، طبعا اقلبها برضو ال over ار اي، فوحدة القياس بتاعت الفلت كانت اوم في متر، فدي تبقى او ماينس 1 متر ماينس 1 اللي هي بيسموها سيمون. العوامل اللي توقف عليها التوصيلية الكهربية برضو نوع مادة الموصل ودرجة حرارة الموصل. السلام عليكم ورحمة الله.